أصدقائي راح نكون مع دكتور ماهر جويش أخصائي المسالك البولية في مستشفى NMC التخصص العين. أهلا وسهلا فيك دكتور ماهر. أهلا وسهلا بحضرتك والمستمعين الكرام. شكرا دكتور. نحن اليوم رح نحكي موضوعنا عن أمراض البروستاتا وعلاجها. بداية ما هي البروستاتا؟ يعني شو التعريف العلمي والطبي لها؟ والله حضرتك هو البروستاتا دي عبارة عن غدة تناسلية توجد في الرجال، وهي توجد في منطقة الحوض عند عنق المثانة عند التقاء مجرى البول بالمثانة. والبروستاتا دي بتتكون من جزئين، جزء داخلي اللي هو الجزء الغددي وهو يكون في الداخل وهو المسؤول عن إفراز سائل البروستاتا. نعم. ويحيط بهذا الجزء ويتخلله من الآخر من الخارج نسيج ليفي عضلي، وهذا النسيج الليفي العضلي يساعد في دفع السائل المنوي أثناء العلاقة الجنسية. نعم. البروستاتا معروفة طبعا أن هي عبارة عن غدة، معنى أن هي غدة أن هي بتفرز سائل. هذا السائل يسمى السائل البروستاتا، وهو يكون حوالي 30% من حجم السائل المنوي. نعم. ووظيفة هذا السائل أنه يعطي التغذية للحيوانات المنوية ويساعد على تخفيف لزوجة السائل المنوي ليسهل حركة الحيوانات المنوية. نعم. يحيط طبعا بالبروستاتا الشبكة من الأوردة تسمى العنقود البروستاتي. هذه الشبكة العنقودية لها أهمية خاصة في دفع الدم إلى العضو التناسلي أثناء نعم. طيب دكتور قبل ما نروح للأمراض اللي بتأثر على البروستاتا، هل هي فعلا لابد عند التقدم بالسن انه يصير في يحصل فيها مضاعفات؟ يعني لابد الشخص انه لما بيكبر بالسن يصير عنده بروستاتا، ولا هي منها شائعة حسب الأمراض؟ لا مش بالضرورة ان يحدث اضطرابات في البروستاتا عند الرجال في اي مرحلة من مراحل العمر. وليس بالضرورة تقدم العمر في الرجال أن يصحبه مشاكل في البروستاتا. لكن هي البروستاتا ده عضو موجود في الجسم، قد تحدث به مشاكل مثل أي عضو وقد لا تحدث به أي مشاكل. معروف أنه مع تقدم العمر حجم البروستاتا بيزيد نتيجة تضخم زيادة عدد الخلايا وكبر حجم الخلايا في البروستاتا، وهذا نوع من أنواع التقدم العمر أو الايجينج بروسيس التي تحدث في مع تقدم العمر. نعم. هذه العملية التي تحدث عملية فسيولوجية طبيعية قد يصاحبها أعراض في المرضى وقد لا يصاحبها وجود أعراض. نعم. وليس بالضرورة وجود أعراض نتيجة اضطرابات في البروستاتا في تقدم العمر أو تقدم العمر. نعم دكتور رح نكون مع فاصل ونرجع نتابع مع حضرتك. فاصل غنائي مستمعينا ومشاهدينا ولا نعود. نتابع مقابلتنا مع دكتور ماهر جويش أخصائي المسالك البولية في مستشفى NMC التخصصي العين. دكتور ماهر سمعنا منك وحكينا عن تعريف البروستاتا وأنه مش بالضرورة مع تقدم العمر لازم يصير في اضطرابات فيها. طب أكيد في أمراض هي بتأثر على البروستاتا وعملها، خبرنا أكثر. طبعا في أمراض، في 4 أنواع من الاضطرابات التي من الوارد حدوثها في البروستاتا. أول هذه الأنواع اضطرابات الاحتقان بتاع احتقان البروستاتا. النوع الثاني التهابات البروستاتا. النوع الثالث التضخم الهرمي الحميد في البروستاتا. والنوع الرابع سرطان البروستاتا. لو أعطينا فكرة مبسطة عن كل نوع، احتقان طبعا البروستاتا هذا النوع يحدث مع بداية البلوغ أو بعد البلوغ بفترة قصيرة، ويحدث هذا الاضطراب نتيجة لزيادة إفرازات وتدفق الدم في المنطقة التناسلية مع كل إثارة جنسية تحدث عند الشباب. نعم. هذا النوع علاجه بسيط جدا. للشباب ينصح بممارسة الرياضة والسعي نحو الزواج، وفي بعض الحالات أحيانا نعطي بعض الأدوية التي تزيل هذا الاحتقان. نعم. النوع الثاني هو التهاب البروستاتا، ومعروف التهاب البروستاتا في منه نوعين، النوع التهاب البروستاتا الحاد والتهاب البروستاتا المزمن. النوع الحاد بيبقى معبر عن نفسه بشدة، المريض بيشتكي من أعراض عنيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة التبول، أحيانا احتباس في البول. نعم. هذا النوع يعالج إميديت مباشرة باستخدام المضادات الحيوية عن طريق أخصائي أو استشاري المسالك البولية. ويجب أن يعالج بصورة محترمة بصورة كاملة لكي لا ينقلب إلى النوع المزمن. النوع المزمن في منه 4 أنواع، منها نوع بكتيرية ونوع لا بكتيرية. أنواع كثيرة، وهذا النوع أيضا يشخص عن طريق الأعراض التي يشتكي منها المريض، عن طريق الفحص السريري للمريض، وعن طريق بعض التحاليل المخبرية والسونار اللي هو الموجات فوق التوقيع عن البروستاتا.
نعم. هذا النوع يحتاج إلى صبر في العلاج، لأن البروستاتا معروفة أنها تحاط بحاجز من الخارج يمنع وصول المضادات الحيوية والأدوية بصورة طبيعية أو بصورة كافية للقضاء على الالتهاب الداخلي. في بعض أنواع معينة من المضادات الحيوية التي تستطيع أن تصل، ولكن حتى هذه المضادات الحيوية تصل بصورة قليلة، ولهذا العلاج يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى فترة طويلة. نعم بده وقت. هذا العلاج الدوائي. النوع الثالث من اضطرابات البروستاتا هو التضخم، ضخامة البروستاتا أو التضخم الهرمي للبروستاتا. هو شائع جدا تضخم البروستاتا دكتور. شائع. هذا النوع عادة يحدث غالبا يحدث بعد سن 50، وهذا النوع يؤدي إلى مشاكل بالتبول كتقطع البول وضعف ودفع البول وحدوث ألام أثناء التبول وكثرة التبول ليلا ونهارا. أحيانا المريض يستيقظ من النوم عدة مرات في التبول، أحيانا يكون في حاجة سريعة لدخول الحمام في الحال لا يستطيع أن يصبر، أحيانا يكون عنده إحساس مستمر بأن المثانة لم تفرغ مهما دخل الحمام وعمل تبول. نعم. يحس أن هناك ما يزال لازم يكرر العملية. نعم. لازم يكرر العملية. نعم. بالإضافة أن في بعض الحالات بيبقى في صعوبة شديدة في نزول البول، وفي بعض الحالات أحيانا تصل المرحلة تصل الأمور إلى الاحتباس البولي. هذا النوع من اللي هو التضخم الهرمي للبروستاتا يشخص عن طريق الاستماع للمريض، عن طريق الفحص السريع للمريض، الفحص الإكلينيكي. نعم. وأيضا يتم عمل موجات فوق صوتية على البروستاتا، بالإضافة إلى شيء مهم جدا وهو تحليل دلائل الأورام في الدم بما يسمى معامل تضخم البروستاتا أو PSA. نعم. باختصار شديد أيضا هذا النوع من الإضطراب للبروستاتا يتم علاجه أولا عن طريق تغيير نمط الحياة. نعم دكتور، نحن رح نرجع نتابع معك العلاج لتضخم البروستاتا، ولكن سمحنا نتوقف مع فاصل ونرجع نتابع فاصل أصدقائنا ونعود، خليكم معنا. متابعين لايف ستايل أصدقائي، وعم نهتم بصحتنا. هلأ عم نحكي مع دكتور ماهر جويش أخصائي المسالك البولية بمستشفى NMC التخصص العين. حكينا عن أمراض البروستاتا وعلاجها، وتحديدا وصلنا لتضخم البروستاتا هذا المرض الشائع. حكينا دكتور عن أعراضه، ووصلنا نحن وأنت لخيارات العلاج لتضخم البروستاتا. احنا بنتكلم عن الطرق المختلفة لعلاج هذا التضخم الهرمي للبروستاتا. بنقول قبل ما ندخل في الأدوية العلاج الدوائي أو الجراحي لازم المريض يغير نمط الحياة. بمعنى أن لنمط حياة صحي يعني؟ تمام. بمعنى أن في شوية محظورات على كبار السن اللي بيبقى عندهم تضخم في البروستاتا لازم ياخدوا بالهم منه. لازم يقللوا المشروبات في الفترة التي تسبق النوم، لازم يقللوا من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، لازم يمتنعوا تماما عن المشروبات الكحولية، لازم يدخلوا الحمام بانتظام للتبول. أيضا بعض هؤلاء المرضى أحيانا بيستخدموا أدوية كثير لأمراض كثيرة مصاحبة للمريض يتأثر بأمراض أخرى. في بعض الأدوية بتؤثر على التبول زي مضادات الهستامين زي مضادات الاكتئاب. لو أن هذه الأدوية تعدل أو تغير جرعتها عن طريق الأخصائي أو عن طريق طبيب المعالج بيساعد بشدة في سهولة تسهيل البول. كمان بنصح كبار السن أن يتم التبول في وضع القعود مما يسهل نزول البول عن هؤلاء كبار السن. النوع الثاني لو دخلنا من العلاج هناك علاج دوائي وهناك علاج جراحي. دائما بيبقى البداية بالعلاج الدوائي وخصوصا كمحاولة أولى. تمام. في الحالات البسيطة والحالات المتوسطة وأحيانا حتى في الحالات الشديدة لازم نبتدي بالأدوية. هناك نوعين مجموعتين من الأدوية لعلاج تضخم البروستاتا ومعروفين مستخدمين منذ فترة طويلة، مجموعة الألفا بلوكرز ومجموعة الفايف ألفا ريدكتيز إنهيبيتورز. هذه المجموعات باستمرار فيها تحديث وفيها تغيير وكفاءتها بتزيد باستمرار. نعم. والمريض في معظم الحالات بياخد منها نتائج مرضية وبيتم الاستجابة أو الحالة بتاعته بتستجيب، الأعراض بتاعته بتتحسن. هل ممكن يكون العلاج الدوائي مزمن؟ هو ده المش حلو في العلاج الدوائي. ان العلاج الدوائي لا يعالج لا يرد البروستاتا الى وضعها الطبيعي، بمعنى انه بس بيخليها ما تتطور.
بالضبط، يعالج الأعراض بمعنى أنه يحسن من نزول البول، يخلي صورة البول تبقى أقل، يحسن الأعراض، لكن لا يمنع تضخم، لا يمنع أن البروستاتا يزيد التضخم بتاعها. نعم. ولا يرد البروستاتا إلى حجمها الطبيعي. نعم. ومعظم الحالات هو بيحتاج باستخدام يستخدم باستمرار، بمعنى أن المريض مجرد ما بيوقفه الأعراض بترجع على طول بانتظام. نعم. طب متى يلجأ المريض أو الدكتور للجراحة للبروستاتا؟ العلاج الجراحي عادة احنا بنلجأ له في يعني حالات معينة، من ضمن الحالات دي ان المريض نفسه ما يكونش مستجيب للأدوية بشكل مرضي بالنسبة له، المريض الأعراض بتاعت المريض غير مستجيبة للعلاج الدوائي، المريض عنده احتباس، دخل في احتباس بول، هو لابد من الجراحة. المريض عنده دم في البول نزيف دولي باستمرار، لابد في هذه الحالات من التدخل الجراحي. نعم. التدخل الجراحي هو يعني تزال هذه الغدة، غدة البروستاتا، تزال التضخم بتاعها، فقط التضخم. التضخم لأنه في النهاية الغدة دي هذه عضو طبيعي موجود في الجسم. نعم. لازم جزء منه. طب ترجع لوظيفتها الطبيعية بعد إزالة التضخم جراحيا؟ بترجع لوظيفتها الطبيعية. نعم. في بعض شوية مضاعفات أحيانا بتحصل، لكن احنا بنتكلم على ان هو الجزء اللي بيزال، ولازم الناس تعرف ده كويس، ان احنا بنزيل الجزء المتضخم، بمعنى اللي هو النسيج اللي هو الذي تضخم وعمل انتباه في البول. نعم. فاصل قصير وانا عودة، خليكم معنا. منتابع أصدقائنا مقابلتنا مع دكتور ماهر جويش أخصائي المسالك البولية في مستشفى NMC التخصص العين ضمن برنامج لايف ستايل، ووصلنا كنا عم نحكي عن التدخل الجراحي لعلاج البروستاتا. دكتور بدي أسألك عن تقنية علاج بليزر الثوليوم، شو اللي بيميز هذه التقنية للعلاج بليزر الثوليوم للبروستاتا من غيرها من التقنيات الجراحية الأخرى؟ وطبعا معروف ان التقنيات الجراحيه الاخرى زي استئصال التضخم بتاع البروستاتا عن طريق القي الكهربي او عن طريق العلاج الحراري او العلاج بالتجميد، لكن اللي هو الجديد في الموضوع اللي هي جراحات الليزر. احدث نوع من انواع الليزر هو الثوليوم ليزر، وده مميز، ابتدى استخدامه في سنه 2004 واصبح منتشر من سنه 2014. المميزات بتاعه الليزر ان جنرال او وخصوصا الثوليوم، إن المريض فترة بقائه في المستشفى بتبقى فترة قصيرة جدا، أحيانا يوم واحد وأحيانا أقل من يوم، لأن حدوث النزيف البولي أثناء أو بعد العملية بيبقى قليل جدا جدا، ولذلك هذه العملية اللي هو الثوليوم ليزر أو الليزر إن جنرال وخصوصا الثوليوم مناسبة بشدة لمرضى القلب والمرضى الذين يستخدمون الأدوية المسيلة للدم، الناس اللي بتستخدم الأكسجين والأنسولين، ومرضى القلب اللي هم ما يتحملوش حدوث أي نزيف أو عندهم باب لو حصل نزيف، إذا النزيف بيستمر فترة طويلة أو بيبقى عنيف، هؤلاء المرضى بيعالجوا بصورة متميزة بالثوليوم ليزر. الثوليوم ليزر في استخدامه في بإزالة التضخم عن طريق الثوليوم ليزر ما بيحصلش أثناء نزيف أثناء العملية أو بعد العملية، بالإضافة إن المريض كمان في وجود الأثار الدولية اللي بعد العملية بس أقل، بس الفترة بتاعتها قليلة جدا، أحيانا بتبقى أقل من 6 ساعات. يعني فترة الجراحة وفترة التعافي بتكون سريعة، وفترة التعافي بتبقى فترة قصيرة جدا، 2 أيام المريض بيحس إنه رجع لحاله طبيعي، ونتائج مقارنة بالطرق الأخرى لاستئصال التضخم بالبروستاتا، مثل استئصال البروستاتا عن طريق الكي الكهربي وحتى استئصال البروستاتا عن طريق الجراحة. نحن بدنا نتمنى. نعم، شكرا لك. نحن بدنا نتمنى طبعا الصحة والسلامة للجميع يعني، وبدنا نشكر وجودك معنا دكتور ماهر جويش أخصائي مسالك البولية في مستشفى NMC التخصصي في العين. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا. يا هلا مستمعينا، كمان رح نروح مع فاصل ونرجع نتابع معكم لايف ستايل، خليكم معنا.